العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ جنان اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتاب. بسم الله الأب والابن الروح القدس الواحد أمين. المجد للأب والابن الروح القدس الآن وكل الأوان وإلى دهر الدهور أمين. الأحباء شعب الكنيسة المبارك، وإحنا بنزيح حلقات الكنيسة سلم السنة بمناسبة عيد الكنيسة 50. إحنا النهاردة الحلقة رقم 6 اللي بتخص قوي الخدمة. خلي بالكو إن في البعض بيتصور إن الخدمة مجرد بادج أو اسم، إنه يقول أنا خادم يعني وخلاص، وهو لا يعلم أن خادم يعني خدام. أنا خدام عند يسوع، أنا خدام ولاد يسوع، وبخدم وأمين على ولاد يسوع، أنا خدام عنده عشان كده، وبخدم ولاد سيدي يسوع. فكلمة خادم يعني خدام. عشان كده لو أي حد كاهن خادم عادي في أي صورة، لو هو يقعد يجري عشان يدخل الخدمة وهو لا يدرك أن الخدمة التزام وبذل وتضحية وأمانة، هتبقى الخدمة يعني ما فوق قدامهش رؤية. يبقى تخليه دخل الخدمة بدون رؤية واضحة، فهتلاقي لا يلتزم ولا يبذل ولا يضحي ولا يكون قدوة، لأنه داخل الخدمة بدون رؤية صح. كلنا عارفين إن هدف الخدمة الأساسي هو خلاص النفس، خلاص نفس الخادم ونفس المخدومين، هو ده هدف الخدمة. وكل ما يدور في أي نوع من الخدمة وأي نشاط في الكنيسة لازم يكون هو ده هدفه، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طيب إزاي بقى أكون خادم أمين أو خادم صح؟ أول حاجة لابد أن الشخص يكون جاز التوبة الأعمق، وده قوة غفران دم يسوع، هو اختبره، وتزوج جمال العشرة الشخصية مع المسيح، وتزوج جمال العيشة مع المسيح، وبعدين يخرج ويقول للناس تعالوا ذوقوا ما أطيب الرب. لأنه كيف خادم لم يختبر التوبة ويكلم الناس عن التوبة؟ وكيف خادم لا يتناول من الأسرار المقدسة وبعدين يروح يدي مثلا عظة ولا درس عن التناول؟ أو إزاي خادم ما بيصليش ويروح يتكلم عن الصلاة أو يعظ أو يقدم درس عن الصلاة؟ أو خادم ما عندوش فكرة عن الكتاب المقدس، ولا عنده فكرة عن عقيدة كنيسته، ولا طقوس الكنيسة، ولا تاريخ الكنيسة، يروح يقول إيه ويقدم إيه للمخدومين؟ عشان كده مهم جدا إن أنا أعيش الأول وأختبر الأول، هيبقى الخدمة تلقائية وبكل الصور. لازم نبقى عارفين ان الخادم ايا كان، يعني كاهن او غير كاهن او خادم مدرسة او اي خادم في اي صورة، هو دايما وسيط ما بين الله والناس. فان كان الخادم يعني سلوكه مش كويس او ما مش عايش مع ربنا، هيبقى سبب حاجز لنعمة ربنا اللي جاي عايزة تروح للناس دولت
أو للمخدومين دول، والخادم ده بيعطلها. عشان كده يا أحبائي ما ينفعش أبدا أبدا أن يكون الخادم ما هوش عايش صح، لأنه كيف أعمى يقود أعمى. وأيضا أي واحد في الكنيسة ممكن يبقى خادم، مش شرط واخد شكل أنه خادم مدرسة قاعد ولا أسيس ولا غيره وغيره. بقى أنا ممكن لو أنا عندي غيرة على خلاص الناس ديت، الناس كل الناس في العالم كله، ممكن أخدمهم، أخش مخدعي أصلي من أجله. وأنا أستطيع بالصلاة، طول ما أنت عندك غيرة على خلاص الناس ادخل مخدعك وصلي من أجلهم، تبقى دي خدمة عظيمة، فأنت خادم بس بصلواتك. أيضا يا أحبائي أهم خدمة بقى أو خلاصة الموضوع، أفضل خدمة وأقوى خدمة هي الخدمة بالقدوة، القدوة الحسنة، منظر الخادم التائب الوديع المحب يجذب الكثيرين بدون وعظ، لأنه بقى هو نفسه وعظة. وكمان في بيوتنا عايز أقول لكل أمهاتنا وأبائنا وكل الأباء والأمهات، ولادكم مش هيتربوا بكثرة النصايح والنقد ليل مع نهار، ولادكم هيتعلموا وهيتربوا بالقدوة قدامهم. لما يشوفوا الأب والأم بيحبوا بعض هيتعلموا المحبة، لما يشوفوا الأب والأم بيصلوا هيتعلموا الصلاة، لما يشوفوا الأب والأم عندهم اهتمام بالكنيسة والتوبة والتناول هم هيتعلموا من غير كلام. ويشوفوا الأب والأم إزاي ما بيدينوش حد، إزاي بيحبوا الناس، هيطلع أولادنا زينا وخلاص، يبقى احنا خدمنا، طلعنا أولادنا وخدمنا أجيالنا. وأيضا حتى في المجتمع، المسيح قال أنتم نور العالم، عشان كده احنا في المجتمع علينا مسؤولية ان احنا نخدم العالم، نخدمهم بسلوكنا الحسن وسلوكنا المسيحي وتصرفاتنا وقدوتنا الحسنة. يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. عشان كده يا أحبائي لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا ان يبقى في خادم سليم إلا بالقدوة الحسنة. وختام الكلام، وفوق كل ده لابد أن تكون الحب والرحمة موجودين في قلب الإنسان اللي هيختم. وبكده يبقى نختم حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء اللي في الحلقة الأخيرة إن شاء الله اللي هي السبعة، سبعة في سبعة بتسعة واربعين، وفضلنا اليوم الخمسين اللي هو يوم إيه؟ يوم العيد الخمسين أو اليوبيل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. كل سنة وانتي طيبة يا كنيستي، بحبك أوي أوي. كنيستي القديسين خمسين سنة سلم للسماء. كنيستي القديسين خمسين سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. بسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان لظهر الدهور أمين. بنبارك لكم طبعا باليوبيل الذهبي بتاع الكنيسة. بداية ما جيت الكنيسة هنا كانت حوش صغير ومفيش حوالي منه ولا جامع ولا مستشفى ولا أي حاجة. ودخلت باب الكنيسة، كان يوم جمعة، فوجئت بالأستاذ صاجي، قال لي أنت بتخدم فين؟ قلت له ما بخدمش. قال لي خلاص يبقى أنت تخدم في الشمع. قلت له شمع ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الشمع. قال انا هقول لك على كل حاجه. وراح مدخلني اوضه الشمع، عباره عن دخلت نزلت سلمتين ثلاثه كده في حته ضيقه كده، ولقيت عباره عن بابور جاز وفنطاز حديد وحوامل حديد عشان الف عليها الشمع. ففهمني
فبدأت أشتغل، وبعدين بصيت لقيت وأنا بشتغل تعبت. لما أنا تعبت من الشمعة ده، قلت لا أنا إيه، الحديد ده هيتعبني وهياخد مني وقت أكتر. لأن لما كنت أمسك الحديدة كانت عبارة عن حديدة برواز، وكنت ألف عليه الشمع، فالشمع كان بياخد في الفتلة وكان بياخد في الحديد في الجنبين، كان الشمع كان بيتركب في ثلاث أماكن من الشمع. فكنت لما أجي أفكه كان صعب جدا، وكان يعني كنت بلاقي صعوبة في فك الشمع، وكانت الشمعة عشان خطر أفكها لازم أقطمها، لازم أكسرها، ما كنتش أقدر أسيبها كده تطلع لوحدها، ما كانتش بتطلع لوحدها. فقلت لا، البرواز ده بنقص منه، فشلت بقى البراويز دي، الحديد دي كلها ركنتها، وبدأت أجيب خشب، وبقيت أحط الفتلة على الخشبة واشتغل. جه بقى المكان ده والشمع كتر، شمعة كان في الكنيسة، كان بيهطر ياما، يعني أنا كنت بأخد الشمع أسيحه، وبعد ما أسيحه أصفيه، وبعد ما أصفيه أحطه في مكان تاني عشان خاطر أشتغل، لازم أشتغل بشمعة نظيف 100%. فجيت بقى قالوا لي بقى إن إيه، لازم نطلع في مكان تاني. فطلعت بقى العلية، وطلعت بقى قالوا لي بقى ايه، في العلية بقى انت هيبقى معاك الأبركة، كان في دولاب في الأبركة فوق في العلية، قالوا لي الأبركة هتبقى من مسؤوليتك. امين. بدأت انا والأستاذ عزيز بقى نشتغل، وفورنا بقى البابور الجاز، وبدأنا نشتغل نجيب شعل للغاز، وبدأنا نجيب أنبوبة، وبدأنا نجيب خراطيم، وبدأنا نشتغل بالبوتاجاز، واستمرت الحياة.